السلام عليكم طلاب. تمريننا هذا الأسبوع راح يكون تمرين 11 سرعة. احنا راسمين بالشيت، اليوم نحاول نرسمه بالسوليد ووركس. مثل ما تعرفون وتتذكرون انا كان عندي القاعدة اللي منطيني هذه الفرونت فيو مالته والتوب فيو مالته، هاي القطعة الاولى. القطعة الثانية اللي هي هاي البوشة، القطعة الثالثة اللي هو الشيفت، والرابعة هي الباد. اسهل قطعة بيهن هي الباد. الباد هي عبارة عن شكل اسطواني، الدائرة مالته فاي 42، السمك مالته 12. فخلي نبدي نرسم بالجزء الأول اللي هو الشكل الأسطواني. حاليا ما راح أعلمكم تجميع، أعلمكم فقط رسم الأجزاء. فنبدي بالرسم الأول. أول قطعة نفتح السوليد ووركس، ناخذ التوب بلين. من التوب بلين أروح لسكيج، من سكيج أختار دائرة، الدائرة أختار الأوريجينال بوينت كمركز للدائرة، أفتح بمقدار نصف قطر. حاليا انا مدى اشتغل بابعاد، اروح للابعاد هنا، اختار سمارت دايمنشنز، انقر على المحيط مال الدائره واحدد باي مكان، داخل الدائره خارج الدائره ما يهم، المهم احدد انه هو قطرها عباره عن 42. اكتب 42 انتر، صار عندي 42. حاليا هذه اريد لها سمك مقدار 12، فاروح للفيتشرز واختار اكسترودد وانطي هنا 12 سمك، هو اعطيني 10. اذا اختار الاسهم يزيد 10 10، اذا تحتاجون بالبوينت تحتاجون مثل احنا نحتاج 12 اظلله مثل ما سوى نظلل بلون ازرق، مجرد اكتب 12 من الكيبورد انتر راح ياخذ 12، انطي موافق. هيج حالة انا كملت قطعة كاملة من الاجزاء المطلوبة، انتهت هذه قطعة اللي هي الباد اللي هي هاي اسهل شيء. حاليا لو نجي هنا مثلا عندي هنا الشيفت. الشفت هنا هو عبارة عن قطرين مختلفين 54 42، فعلى مود نرسمه اكو اكثر من طريقة لرسمه. ممكن ارسم اسطوانتين مرة بعد مرة، ممكن اسوي له ريفولد. راح اعلمكم الطريقة اللي يفترض اسهل عليكم، ان نرسمه بالبداية ال 42 وبعدين ال 54 بعدين 42. خلينا نبدي بال 54 هسه، ثاني ما يهمني، انا راح اقول له دونت سيف، انتم بحالة ترسموه لازم تسيفوه. فراح ابدي هنا بارت، انا عندي نفس الحاله، ابدي بالتوب بلين، ارسم دائره اللي هي ال 54. فاجي هنا انا عندي الدائره هذه اللي هي 54، فاكتب هنا 54، انتهى عندنا هذا. ال 54 هنا المفروض هذا لو يجيني بالسؤال لازم يحدد هذا الارتفاع اللي هو المفروض هنا عندنا 30. فاجي اقول له هذا بالفيتشرز اكسترودد بمقدار شقد، بمقدار 30، انتهى عندي. لما نكمل هذا صار عندي فقط الجزء اللي بالاعلى اللي هو هذا 54 على ارتفاع 30، هذه الاسطوانه. بس هنا هذا القشط ممكن نسويه ممكن ما نسويه، هسه مو موضوعنا، موضوعنا انه انا عندي بعد 42 على ارتفاع 95، فشلون اشتغل هذا الشغل. هسه اجي انا انقر هنا بمكان فارغ بمساحة الرسم، اي مكان فارغ هنا انقر، وبعدين بالكيرسر يعني بالاتجاهات مال الكيبورد اقدر ادور الرسم مالتي. يعني راح اختار الاتجاه اللي للاعلى، السهم اللي للاعلى، وابدي ادور الرسم بحيث اطلع القعر مالته، الجزء اللي من الاسفل، الوجه من الاسفل، انقر عليه يصير عندي بلون ازرق، شرط يصير عندي بلون ازرق. بعدين ممكن اختار من هنا النورمال 2، هذه الاختيار اللي هو نورمال 2، ممكن القاه من هنا ايضا موجود هو نورمال 2. من يطلع عندي نورمال 2 ارجع للسكيتش، انقر على دائره، اختار الاوريجينال بوينت مره ثانيه، بس هالمره الدائره تكون اصغر، يعني قطرها هالمره ايش قد لازم احدده؟ لازم احدده ب 42. هاي 42 صارت عندي 42. يفضل انه احول المعاينه بعد هاي الى ايزو، انا مود اشوف انا الاكسترودد وين حيكون، للاعلى او للاسفل، لازم اعرف وين. فانطي فيتشرز، انطي اكسترودد، انتبه هنا صار للاسفل، اذا اتجاهه صحيح. ايش قد مقداره؟ مقداره 95، فاكتب بالكيبورد 95، انطي انتر، انطي موافق منه، انا اعطي تك هذا الاوكي. الرسم عندي لحد الان، ادوس F من الكيبورد يطلع عندي الرسم بشكل كامل. بس المشكلة وين؟ المشكلة انه انا عندي فلت ما صار اللي هو هذا التقوس. هذا التقوس مالتي لازم اسويه. اللي هنا مثلا كان يكون الار 5. فارجع هنا المفروض هو يحدد بالرسم اذا كان عندي امتحان بالذات. فهنا نفس الحالة راح انقر ب
مكان خارج الرسم وأحرك هنا الاتجاهات بالكيرسر. وهنا أنا أبقى بالفيتشرز. بالفيتشرز تشوفون هذا هنا مجموعة اختيارات، واحد من عندهم اسمه فيلت، أنقر على فيلت وأجي أنقر على هذه الحافة، هذه اللي من الشفت الصغير مو الشفت الكبير، الحافة من الشفت الصغير أنقر عليها. حاليا هو ذا ياخذ لي 10 راح تكون للطرف، لنهاية الطرف. احنا اذا نشوف التقوس، التقوس لنهاية الطرف راح اتقبله. المفروض هو هنا يحدد لي، المفروض بالرسم يحدد ما ينترك بهذا الشكل، راح اقول له موافق. صار عندي هذا الشفت، اجي اشوفه من الفرونت فيو، هذا هو من الفرونت فيو، صار عندي مثل ما موجود عندي بالرسم. ممكن اسيفه حاليا، وبعد ما اسيفه ابدي اشتغل اللي بعده. حاليا كملنا قطعتين من الرسم، راح اقول له دونت سيف، بينما انتم لازم تقولوا سيف.